أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، أهلا ومرحبا بكم. يسعدني أن أقدم لكم موضوعا من أهم موضوعات مادة كيمياء الأراضي، وهذا الموضوع بعنوان الحصر التصنيفي للأراضي. بداية برحب بضيف الكريم الأستاذ محمد عبد العزيز علي أبو دنيا، موجه عام مركزي الكيمياء والفيزياء الزراعية بالإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. أهلا بحضرتك أستاذ أهلا محمد. بس. أهلا بحضرتك. ان شاء الله النهارده يمكن هنتعرف على الكيمياء بتاعت الاراضي. دي تعتبر اول حلقه من حلقات هذه الماده. بنتعرف على انواع الاراضي اللي احنا ممكن نجري لها عمليه استصلاح. اعتقد برضو اسمه محمد يمكن المنهج ما اختلفش عن السنه اللي فاتت، ولا في اي اختلافات؟ لا طبعا المنهج بيعتبر مستمر معانا على طول، هو نفس المقرر اللي احنا بندرسه السنه اللي فاتت هو موجود معانا السنه دي. الجزء يعني كل النظري المواد بتاعت الكيمياء، سواء كان كيمياء زراعية او كيمياء اراضي او كيمياء او فيزياء، لا ما فيش اي بتعتبر ما تغيير فيهاش خالص اي في تغييرات المناهج، السنة دي. والدليل ثابت زي ما هو، والامتحانات العملية ثابتة برضو بالدليل بتاعها. تمام، يعني ما زلنا برضو بنمتحن الطالب في الجزء العملي، وفي الجزء النظري المادة من 40 درجة بيبقى عليها 20 درجة في العملي، وبعد كده بيبقى عليها 20 درجة في النظري. وطبعا كلنا زي ما احنا عارفين الطالب اللي هو ما بيكتس امتحان العملي بنسبة على الأقل 50% ما بيحضرش امتحان نظري، أو ما بتضافش ليه درجة امتحان النظري. طيب النهاردة إن شاء الله هنتعرف على الحصر، هنعرف يعني إيه كلمة الحصر، هنعرف أنواع الحصر إيه، هنعرف حاجات كتيرة جدا النهاردة. والأستاذ محمد إن شاء الله هيتفضل مشكورا بيعرفنا على بعض الأدوات والأجهزة اللي أنا ممكن أستخدمها في معمل الكيمياء، لأن احنا بالنسبة للحلقات بتاعتنا بنركز في الكيمياء أو كيمياء الأراضي بصفة عامة على بعض الأشياء المهمة جدا إن الطالب يراعيها أثناء دخول المعمل، بحيث إن هو ما يصابش بأي أضرار أثناء قيامه أو أثناء قيام المدرس بإجراء التجارب العملية. يا ترى أستاذ محمد، ممكن من ضمن الحاجات الشروط أو الاحتياطات التي يجب مراعاتها في المعمل تكون زي إيه كده عشان الطالب ياخد باله منها وهو داخل في أول السنة الدراسية؟ طبعا في التعليم الزراعي دخول الطالب المعمل بيعتبر أساسي زي ما حضرتك تفضلت. العمل مهم جدا في التعليم الزراعي، بيبقى عليه 50% ونص درجة، فالطالب على طول أسبوعيا موجود في المعمل. في اشتراطات لازم الطالب يراعيها أثناء دخول المعمل. أول حاجة بيتعامل مع مواد كيماوية، تمام، بيتعامل معها لازم يكون عارف المادة الكيماوية دي إيه اللي بيتعامل معها، كويس. من خلال برضو ما يستعملش الحواس بتاعته نهائي، لازم من خلال التجربة والمشاهدة والاستنتاج. طبعا الجوار الكشافة بيبقى موجود عليها تيكت الاسم المادة والتركيز بتاعها، بيتعامل معها بمعرفة وبعلم. يعني يفضل ان الطالب ما يتعاملش مع المواد الكيميائية في معمل الكيمياء او معمل كيمياء الاراضي عن طريق الحواس، يعني ما يلمسش، ما يشمش، ما يتذوقش. لا طبعا هي الكيمياء ما بتعتمدش على كده نهائي، تمام بتعتمد تمام على التجربة والمشاهدة والاستنتاج. دي اول معلومة مهمة جدا لجميع الطلبة، سواء كان في مجال فني معمل لانه بيدرسوا كيمياء، او في مجال اصلاح الارض والمكان الزراعي لان هم بيدرسوا كيمياء الاراضي. مهم جدا ان هو بيعتمد في الشغل بتاعه في المعمل على التجربه، المشاهده، الاستنتاج، لان في مواد كتير جدا شكل بعضها ولون بعضها، لكن منها مواد امنه ومنها مواد في منتهى الخطوره. طيب احنا عايزين نعرف النهارده ان شاء الله مع بعض من خلال الشاشه بتاعتنا على الحصر التصنيفي للاراضي. طيب اول حاجه ممكن نعرفها اللي هي عبارة عن الحصر التصنيفي. ما المقصود بكلمة الحصر التصنيفي؟ الحصر التصنيفي هو عبارة عن جمع معلومات عن خصائص الأراضي في منطقة ما، في أي منطقة، وتجميع المتشابهة في وحدات، وبعد كده معرفة توزيع هذه الوحدات بمنطقة إيه؟ بمنطقة الدراسة. ده عبارة عن تعريف الحصر التصنيفي. بنجمع المعلومات وبعدين عن خصائص الأرض سواء كانت طبيعية أو كيميائية، وبعدين بنجمع المتشابه مع بعض ونحطه في مجموعات، وبعد كده بعرف توزيع هذه الوحدات بمنطقة إيه؟ بمنطقة الدراسة. طيب أنا بعمل بقى حصر الأراضي ليه؟ إيه هو الهدف من حصر الأراضي؟ أول حاجة تحديد صفات الأرض، دي نمرة واحد. نمرة اتنين تقسيم الأراضي إلى مجاميع،
يعني احنا السنه دي ان شاء الله هنتعرف على انواع كتيره من الاراضي، سواء اراضي رمليه او اراضي ملحيه او اراضي جيريه او اراضي صوديه. احنا السنه دي بندرس 4 انواع من الاراضي، بنعرف في كل ارض تعريفها ايه، الخصائص بتاعتها ايه سواء كان طبيعيه او كيميائيه، وبنعرف ايه المحاصيل التي تجود في هذه الاراضي، وايضا بنعرف طرق استصلاح هذه الاراضي. طيب بعد اذنك استاذ محمد، هل من الضروري النهارده زي زمان، كان زمان يقول لك لازم نعمل عمليه استصلاح الاراضي، هل النهارده من الضروري ان انا اجري عمليه استصلاح لهذه الاراضي ولا مش شرط؟ لا، هي عملية الإصلاح مكلفة ومش من الضروري إن أنا عشان أزرع أرض إن أنا أصلحها. تمام. ليه؟ لأن فيه أراضي بيجود فيها النباتات الملحية مثلا. تمام. يبقى إذا مش شرط أستصلح الأرض وبعدين أزرع فيها النباتات كويس الصالحة للزراعة، لا. حسب نوع الأرض بأجيب النبات وأزرعه، وده بتقلل من تكلفة الإيه؟ الاستصلاح الاراضي. يعني مش شرط ان انا عندي مثلا ارض ملحيه، لو انا هزرع مثلا فيها زيتون مفيش اي مشكله، مفيش لو مشكله. انا هزرع فيها موالح مفيش اي مشكله، النخيل لو انا هزرع فيها نخيل آه. مفيش اي مشكله، لان هذه النباتات تجود في الاراضي الملحيه. لكن لو انا عندي ارض ملحيه وعايز ازرع بقى فيها نبات ذو معامله خاصه او بيحتاج معامله خاصه زي نبات الفراوله او محصول الفراوله، في الحته دي بلجأ لعملية ايه؟ الاستصلاح. بلجأ لعملية الاستصلاح. الاصلاح. النقطة المهمة جدا برضو، السنة دي مش شرط ان انا اجري عمليات استصلاح الاراضي الزراعية، لكن ممكن بمنتهى البساطة ان انا اختار بعض النباتات التي تجود في هذه الاراضي وبزرعها، وهذه المحاصيل بتبقى محاصيل بتدر عائد كويس جدا جدا جدا، ومحاصيل ما هياش مكلفة. لكن لو انا لجأت الى زراعة محصول بيحتاج لتربية خاصة في تربة عندها مشكلة، سواء كانت تربة رملية أو تربة ملحية أو جيرية أو صودية، أنا في الحالة دي بلجأ إلى ما يسمى بعملية الاستصلاح. طيب نتابع مع بعض كده على الشاشة بتاعتنا تكملة أهداف حصر الأراضي. أول حاجة تحديد صفات الأرض، الحاجة الثانية تقسيم الأراضي إلى مجاميع، الحاجة الثالثة توقيع هذه المجاميع على خرائط يصاحبها تقرير، بكتب تقرير عن الأرض، بعد كده بحدد الاستغلال الامثل لهذه الارض، يعني ازاي ان انا اصرف عليها اقل مبلغ واحصل منها على اعلى عائد او اعلى محصول. طيب هنلجأ بقى بعد كده الى ايه هي انواع حصر الاراضي. يوجد 4 انواع رئيسيه من الحصر، لو خدنا بالنا من الانواع كده مع بعض، انواع حصر الاراضي، في حصر استكشافي ده بيبقى في الاول خالص، بعد كده بيبقى في حصر نصف تفصيلي بيبقى عميق شوية، بيبقى فيه معلومات أكتر شوية، بيبقى فيه شيء من الدقة أكتر، بيديني معلومات أكتر من الاستكشافي، بعد كده بيبقى فيه حصر تفصيلي كامل بقى، وبعد كده بيبقى فيه حصر ما يسمى أو ما يسمى بالحصر المكثف، في حين برضو إن احنا هناك ما يسمى بالحصر المبدئي أو الحصر الاستصلاحي اللي هو بيتم قبل الاستكشافي والتفصيلي والنصف التفصيلي والمكثف. طب ناخد بقى فكرة سريعة جدا عن الحصر الاستكشافي. يجرى على مساحة كبيرة. طب إيه هدفه؟ الهدف منه معرفة الموارد الطبيعية اللي ربنا خلقها في الأرض هي إيه؟ التخطيط القومي لمنطقة معينة أو لمنطقة ما. آخر حاجة تحديد مواقع مشروعات التنمية. النوع الثاني بقى اللي هو أكثر منه دقة وأكثر منه معلومات وبجمع فيه معلومات أكتر، اللي هو الحصر نصف التفصيلي، مش تفصيلي، هو نصف تفصيلي. يجرى على مساحات متوسطة. الهدف منه عمل دراسات الجدوى، أشوف الإمكانيات بتاعتي، أشوف الأرض هتحتاج قد إيه، أشوف الأرض هتديني إيه. تحديد الاستخدام الأمثل للأراضي، تقييم قدرة الأرض، عمل خرائط التقسيم الطبيعي. النوع الثالث اللي هو الحصر التفصيلي بيجرى على مساحات صغيرة، الهدف منه أيضا التخطيط لمشروعات الري، لو أنا هعمل مشاريع للري، معرفة مدى ملائمة الأرض للمحاصيل، وضع خطط لتحسين الأراضي، وأيضا دراسة العوامل
المحدده لانتاجيه الاراضي، ده اللي هو عباره عن الحصر التفصيلي. الحصر المكثف بقى اللي هو بيديني اقصى معلومات وجميع المعلومات عن الارض اللي هي محل الدراسه، بنلاقي ان الحصر المكثف ده بيتم على مناطق صغيره جدا. بالمناسبه كل ما تقدمت في جمع المعلومات وكل ما جبت معلومات اكتر ومعلومات افيد، بيتم هذا على مساحه اقل في الارض الزراعي او من الارض الزراعي، بيتم على مناطق صغيره دي نمره واحد. الهدف منه ايضا دراسه خصائص الارض سواء كانت طبيعيه او كيميائيه، يستخدم في محطات التجارب الزراعيه والحقول الارشاديه، وايضا يطبق عند تجربه اصناف جديده. الحصر الاستطلاعي اللي انا بعمله في الاول بيسمى الحصر المبدئي، وبيتم فيه جمع معلومات عن منطقة كبيرة أكيد جدا مجهولة وذات استخدام، وذلك باستخدام الصور الجوية، وغالبا ما يجرى هذا النوع لتحديد معالم مساحات كبيرة جدا سواء كانت على مستوى الدول أو مستوى القارات. طبعا ممكن أن أنا ألاحظ بقى حاجة مهمة جدا، أنه كلما اتجهنا من الحصر الاستكشافي اللي هو في الأول إلى الحصر المكثف اللي هو في الآخر، بتزداد أكيد التكلفة والمجهود وأيضا الوقت. طيب احنا كده خدنا جزء جميل وسهل عن حصر وتصنيف الأراضي. مهم جدا بقى مع الأستاذ محمد يعرفنا على بعض الأدوات والأجهزة والخامات التي يمكن أن نستخدمها داخل معمل الكيمياء أو داخل معمل كيمياء الأراضي. طبعا بالنسبة لأبنائنا الطلبة، دخول المعمل طبعا بيبقى على البنش الطالب، بيبقى منظم، بيبقى عارف ايه الأدوات اللي قدامه بيستعملها ازاي. من ضمن الأدوات اللي احنا الطالب بيستخدمها في التجارب العملية عندنا مثلا المخبار المدرب. تمام. المخبار احنا اسمح محمد مبدئيا متفقين على حاجة مهمة جدا، ان الطالب ما بيستخدمش الحواس خالص. لا طبعا. في العمل بتاعه الطالب بيعتمد على حاجة معينة ومكونة من ثلاث أجزاء، جرب تشاهد، وبعد ما تجرب شوف أنت هتشوف إيه، وبعد ما تشوف تستنتج النتيجة. تجربة مشاهدة استنتاج. لأن احنا قلنا ممكن مواد شكل بعضها وممكن مواد متماثلة، ولكن ممكن ألاقي مادة خطيرة جدا جدا، وفي نفس الوقت ممكن ألاقي مادة شكلها ولونها وريحتها بتبقى أقل في الخطورة، لأن الطالب بيتعامل طبعا في المعمل مع أحماض وقلويات وأملاح، يعني مواد كيماوية مختلفة. تمام. فلازم يتعامل معها بمعرفة وعلم. جميل. طبعا إحنا في بداية كيمياء الأراضي الطالب بيدخل المعمل لازم مفروض بيتعرف على الأدوات اللي موجودة في المعمل. من ضمن الأدوات الموجودة في المعمل المخبار المدرج. كويس. هو ممكن في الامتحان يجيب له أدوات في العملي؟ ممكن يجيب له ادوات. ده سؤال في العمل بيجيب له ادوات وبيتعرف عليها الطالب. يعني احنا كده بنوصل لمعلومه مهمه جدا، ان الطالب في الامتحان العملي هيبقى فيه مستند هيقدمه. طبعا. اللي هو الكشكول بتاع العملي، هيبقى فيه جزء خاص بعرض الادوات والاجهزه والخامات. وهيبقى فيه جزء تاني عملي بقى اللي هي التجربه اللي ممكن التجربه اللي بيشتغل عليها بقى العمليه اللي ممكن يعملها. تمام. اسمح لي. طبعا بداية اول حاجة عندنا اللي هو المخبار المدرج. المخبار المدرج ده بيصنع من مادة البيركس، او عموما الزجاج اللي بيدخل في معامل الكيمياء بيكون مادة البيركس. دي مادة بتتحمل ارتفاع شديد في درجات الحرارة والانخفاض برضو في درجات الحرارة. المخبار المدرج اللي عندنا ده بيبقى مدرج من اسفل الى اعلى. التدريج بتاعه بادئ هنا مثلا قد 10 20 30 40 50. يعني التدريج بيبقى من اسفل لاعلى. من اسفل الى اعلى. طيب هو المخبار ده حجمه معين ولا ليه اكتر من حجم؟ لا هو له اكتر من حجم. تمام. حجوم متعدده. حجوم متعدده. تمام. يبقى المخبار اللي عندي ده 50 سنتيمتر مكعب. تمام. ده حجم المخبار ده. كويس. فيه انواع تانية من المخابير برضو مختلفه في الاحجام. عند مخبار مدرج زي ده برضو بيبدا من اسفل الى اعلى. كويس. حجم اقل من المخبار الاولاني. ده هنا التدريج بادئ من 5 10 15 20
25 مللي، يعني ده 25 مللي يبقى ده والتاني 25 وده 50 مللي. ادي اول فرق بين الاثنين. في اه فرق في تاني الحجم في القاعده نفسها؟ القاعده طبعا، في مثلا قاعدة المخبار نفسها بتختلف من مخبار إلى مخبار آخر. تمام مش ده مثلا المخبار ده القاعدة بتاعته من البلاستيك، كويس المخبار التاني ده قاعدته من الزجاج، تمام. يبقى إذن بتختلف قاعدة المخبار من مخبار إلى آخر حسب برضه، ونفس الحكاية الحجم برضه. تمام عندنا مخبار تالت برضه بيبدأ التدريج برضه بتاعه زي ما اتفقنا، بيبدأ من أسفل إلى أعلى. المخبار ده هنا عند 2 سنتيمتر مكعب، 4 6 8 10، ماشي. يبقى إذن عندي 3 أنواع من المخابير مختلفة الأحجام والقطر بتاع المخبار مختلف. ده المخبار الأولاني ده 50 مليمتر مكعب، تمام. ده 25، ده 10، وفي اكبر طبعا، وفي في أكبر لحد طبعا لتر حسب. ونص لتر، تمام كلام ده جميل. أول أداة عندنا من الأدوات اللي طيب إحنا لو انا بنستخدمها. عايز مثلا اعرف استخدام المخبار المدرج، انا ممكن استخدمه في قياس حجم سائل مثلا. عادل طيب بالنسبة للمخبار لو انا المدرج. عايز اشوف مثلا، اجيب الـ القارورة اللي فيها المية واخد جزء من المية في المخبار واشوف الحجم بتاعه قد برضه ايه، هنا عندنا المخبار الأولاني ده، هناخد على اي مخبار من الثلاثة؟ هناخد المخبار الكبير ده تمام. طبعا، هنا جزء من المية ببدأ أحطه في المخبار. ممكن نميله مثلا بزاوية، ايوه، والمية بتنزل على الجدار الداخلي بتبدأ تنزل على الجدار الداخلي عشان ما تعملش فقاعات ايه هوائية، تحجز فقاعات هوائية. كلام جميل. طيب عندي هنا حجم المخبار، حجم المية اللي حجم موجود، المياه اللي موجودة في المخبار تمام، 40 سنتيمتر مكعب او 40 مللي أو مجازا. 40 مللي كلام جميل، لان سطح السائل ملامس لسطح لرقم للرقم 40، الموجود على المخبار، يبقى حجم المية اللي موجود عندي دي 40 مللي. 40 مللي. طب يا ترى لو انا خدت نفس كمية المية اللي انا واخدها في المخبار المدرج ونقلتها في كاس، هتديني نفس الحجم ولا هتختلف؟ لا هي هتبقى طالما نفس الحجم حجمها برضه، ثابت هتبقى نفس هتديني، الحجم ثابت. لو انا خدت حجم المايه ده اللي هو 40 مللي وحطيته في كاس زجاجي اكيد هيبقى اكيد. نفس الحجم برضه، مش كلام هيختلف. جميل، لانها كلها مقاسة وعليها تدريجات، والتدريجات معايرة بتاعتها. كلام جميل. طيب اسمح لي، لو في أداة تانية مثلا او حاجة. طيب ده بالنسبه للمخبار المدرج. تمام. طبعا تاني اداه من الادوات اللي احنا بنستخدم ده كاس زجاجي. كويس. الكاس ده برضه الحجم بتاعه 100 مللي، برضو التدريج بيبدأ من أسفل إلى أعلى. هنا الحجم آخره هنا هوت، يبقى لحد هنا هوت، يبقى 100 مللي. تمام. طبعا بالمناسبة بتختلف. اسمح محمد، انت قلت كلمة جميلة جدا ولفتت نظري، اللي هي أداة. ليه؟ لأن الطالب مهم جدا في معمل كيمياء الأراضي يميز بين 3 حاجات: أداة وخامة وجهاز. الأدوات الزجاجيات كلها أدوات. أدوات. لو أنا عندي ميزان حساس في بطارية وفي كهرباء وفي مفتاح أون يبقى ده يقفل جهاز، يفتح يعتبر وأوف جهاز. يقفل، يبقى ده جهاز. لكن لو عندي مثلا على سبيل المثال ورقة ترشيح، بقول دي خام دخان. لأنها بتتكون من السليلوز، والسليلوز هو عبارة عن المادة التي تبطن جذور الجدر الخلايا. الداخلية للخلايا النباتية، فدي تعتبر خامة. لو عندي سكر يبقى دي خامة، دخان. لو عندي ملح يبقى دي خامة، لو عندي تربة زراعية يبقى دي خامة برضه. خامة. يبقى إذن في المعمل لما حضرتك قلت أداة، لفتت نظري إن أنا أقول للطلبة كلهم الفرق بين الأداة والخامة والجهاز، عشان هو هيجي في الامتحان يقول له في آخر السنة قول لي الأداة والخامة والجهاز، هل دي أداة ولا خامة ولا جهاز؟ طبعا زي ما الاستاذ كمال قال ان جميع الادوات الزجاجيه بتعتبر اداه. بالنسبه للخامات لو عند عين التربه، احنا كيمياء اراضي بتستخدم ارض زراعيه تمام فدي بتعتبر خامات. تمام لو عند ملح طعام مثلا او سكر دي بتعتبر خامه. تعتبر خامة. بالنسبه اي حاجه بيدخل فيها كهرباء اون واوف وتشغيل كهرباء ده بتعتبر أجهزة. يبقى عندنا 3 حاجات: أداة وخامات وأجهزة. طيب برضو ندي فكرة للطلبة كده، يا ترى أنا المعمل بتاع الكيمياء والتجارب بتاعتي
بيشترط في الميه، لان انا دايما بستخدم الميه دي اكتر خامه بستخدمها في المعمل، بيشترط ان انا ممكن استخدم ميه المفروض بستخدمها من الصنبور، ولا المفروض الميه بتاعت التجارب اللي عندي بتبقى ميه مقطره؟ لا طبعا التجارب العمليه اللي بنشتغل بيها لازم تكون مياه نقيه ومقطره خاليه من الاملاح، لان ميه الصنبور بيبقى فيها نسبه من الاملاح، لو انا ضفتها على التجربه فبتعمل رواسب، راسب عنده، فبتدي نتيجه خطا في التجربه. يبقى اذا استعمالنا الميه لازم تكون مياه نقيه ومقطره. تمام، هنقربها لقدام كده شويه اسمح محمد عشان تبان. تمام ماشي ماشي يبقى كويس. عندنا اول اداه عندنا اللي هو الكاس، اه وده مدرج من اسفل الى اعلى الى 100 مللي. احنا كنا طبعا خدنا المخبار الكاسات المدرج المخبار المدرج، ده وتاني اولا. حاجه الكاس. تمام كلام جميل. طبعا فيه الكاسات برضو احجام، تمام ده 100 مللي، في عندي كاس برضو تاني اهوت 100 مللي بس مختلف في الحجم او القطر بتاعه عن اقل منه، وهلاقي الارتفاع المية على الصغير اعلى من الارتفاع اعلى المية على من الايه الكبير، الكبير، لان القطر مختلف، القطر مختلف لكن الاثنين عن بعض، الاثنين بياخدوا نفس الحجم الحجم بتاع للسائل. الميه او كلام جميل السائل. كلام جميل. ده تاني اداة عندنا من الادوات اللي احنا ممكن نستخدموها. برضو في قمع ترشيح. طيب انا استاذنك برضو يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك قبل ما ناخد القمع، ممكن اوري ازاي ان انا ممكن اقيس حجم سائل في الكأس، عشان برضو برضو الطالب لما يحط حمض او قلوي او ميه يقدر يقيس الحجم ازاي. طبعا عندنا الكاس اهوت، تمام بقى اضيف جزء من المية على الجدار عشان ماشي منع لتكون اي فقاعات. كويس. طبعا انا خدت جزء من المية حطيته في الكاس. لازم انا اخلي القراءة بقى بناحيتي عشان اشوف. هنا الحجم حوالي 25 مللي. كلام جميل، 25 مل كويس ده حجم المية اللي موجودة في الكاس. اللي موجودة في الكاس دي 25 ايه؟ 25 مل. طيب انا المفروض لما اجي اقرا القراءة بتاعة السائل اللي موجود في الكاس، هقرا انا اخلي المستوى سطح السائل لازم في يكون مستوى سطح السائل في مستوى النظر. طيب بلف الكاس كده الكاميرا يا اسمح محمد عشان نشوف التدريج. ايوه تمام يا اسمح محمد، تمام كده جميل قوي. المفروض ان انا اخلي مستوى النظر في مستوى بخلي الايه؟ مستوى النظر في مستوى المايه اللي موجوده في طب انا الكاس. مثلا واقف في المعمل وعندي بنش والبنش منخفض شويه، هل ممكن ان انا ارفع ايدي كده لفوق ولا صعب؟ لا مش صعب ولا حاجه، ممكن تمام انزل نظر انزل انا بقى لمستوى اقل، او ممكن ارفع برضو لمستوى الايه بحيث بقدر النظر برضو، الامكان اخلي المستوى افقي، تبقى مستوى افقي عشان الايه القراءه تبقى القراءة، صحيحه. والافضل الافضل ان انا انزل بمستوى النظر لتحت لمستوى ما فيش القراءه. اي مشكلة، بحيث ان انا اقرا القراءة ايه؟ القراءة صحيحه، صحيح. بالمناسبة المية بتاخد كيرف كده، اللي بتاخد هو جزء مقعر. التوتر السطحي لما ايوه تمام، توتر السطح وقوة التماسك قوة قوة التلاصق، التماسك. يبقى التوتر السطحي ده بيخلي ان المية بتاخد كيرف تاخد كده، مقعرة، تبقى باخد مقعرة عندنا. القراءة الملامسة لقمة الكيرف دوت، هي دي بتبقى القراءة بتاعت حجم الايه؟ حجم السائل. السائل طيب في ادوات تانية يا استاذ محمد ممكن نستخدمها ونتعرف عليها؟ ده بالنسبة للكاس، احنا قلنا مختلفين في الأحجام. تمام برضو ممكن ده قمع ترشيح. تمام قمع الترشيح ده لو عندي مثلا عينة تربة حلو. وعايز أدوب الأملاح اللي موجودة في التربة، هو حتى اسمه قمع ترشيح، يعني بيستخدمه في عملية الترشيح. عمليات ترشيح تمام جميل لفصل جدا. المواد ايه عن بعضها. تمام ماشي طبعا بالإضافة لقوم الترشيح ده بيبقى فيه ورق ترشيح، ايوه ودي مادة سيلولوزية. كويس، مصنوع من مادة السليلوز. ده ورق الترشيح برضه. ورق الترشيح ده عشان أعمل عملية ترشيح لأي محلول، ببدأ ورق الترشيح ديت باخدها اقسمها نصين كده. طيب قبل ما نقسمها نصين يا استاذ محمد، يا ريت تقول لي الورقه دي اعتبرها خامه ولا اداه ولا جهاز؟ لا ده بتعتبر خامة. جميل جدا. ليه؟ لان ورقه الترشيح تتكون من السليلوز، والسليلوز هو الماده التي تبطن الجدار جدر الخلايا الداخلي النباتية. للخلايا النباتيه، فعشان كده بقول دي عباره عن خامه.
الميه عباره عن خام، تمام. الورقه اللي معايا ديت زي ما حضرتك انت طبقت الاول نصين، هنبدا بقى نعمل الخطوه التانيه ايه. طبعا دي طبقة ورق الترشيح كده نصين اهوت، كويس، ببدأ اطبقها ربعين برضو، كلام جميل، يبقى بقت اربع تربع اهي حلو، عشان اخليها شكل الام، القمح. يبقى كلام ده شكل جميل، الام. طبعا تمام عندي هنا فيه جزء اهوت، تمام الجزء ده مغلق اهوت، تمام وبرضو عندي جزء تاني برضو مغلق، اه الجزئين دول اهوت طيب بيبقى اعتبره جزئين مغلقين اهوت. طيب انا عايز اوري للطالب برضو الجزء المفتوح اللي ما ينفعش ان انا ما ينفعش اضيف فيه اي محلول. لانه كده معناه انه مش هيترشح بقى. كلام جميل قوي، لو كلام انا جميل، فتحت ورقة الترشيح كده تمام، بتعتبر، لو انا فتحتها كده بتعتبر جزء مفتوح اهوت، ما ينفعش ما ينفعش اعمل فيه فيه اي ترشيح. محلول كلام خالص. جميل، كلام جميل قوي، طيب ورقة الترشيح كده عملتها اربع تربع، ماشي، ببدأ اخد جزء اهوت ايوه، بحطه في قمع قمع الترشيح، الترشيح. كويس كده، خدت شكل القمعة يا اسمح محمد، واخده شكل القمعة عادي خالص حلو. اهوت، ولو وببدأ احطه هنا في الايه، في الكاس، او ممكن اخده في الدرق اللي او هو ممكن في الكروي، الدورة بتبقى الدرق الكروي اللي هو ايوه تمام، ده يبقى كده، افضل. ايوه ده الدورة ده عبارة عن دورة كروي او دورة كري، عظيم. ما احط فيه ورق الترشيح اهوت او قمع الترشيح. يبقى انا هنا انا عندي حاجتين في الشيء اللي عندي، عباره عن ورقه ترشيح عباره عن خامه، عندي قمع قمع الترشيح الترشيح ده بيعتبر أداة من والدرق الأدوات، الكروي، ده بيبقى يعتبر الاثنين أداة. عباره عن ادوات. جميل جدا. طيب هل في قمع تاني ممكن اتعرف عليه خلاف قمع الترشيح؟ هل مثلا طبعا، في قمع فصل ولا حاجه معايا؟ طبعا عندنا بالإضافة إلى قمع الترشيح ده بيبقى تمام، فيه قمع تاني بيسمى بقمع الفصل، كويس جدا، اللي هو القمع ده. كويس القمع ده عبارة عن جزء مدبب هو من البلاستيك، كويس، وهنا فيه صنبور تمام للفتح والغلق برضه هو، جميل، وفي هنا انتفاخ زجاجي حلو، بيملأ بيه الايه المحلول اللي موجود عندي اللي اللي بعمل هو عليه. عديم الامتزاج بقى، لازم يبقى فيه سطح ايه فاصل سطح عشان فاصل، اقدر افصل ده عن ده. كلام جميل جدا، ده قمع الفصل. كويس. طيب انا استاذنك في الجزء اللي فوق اللي هو الغطاء، خلينا في القمع يا اسمح بعد اذنك، ماشي يا ريم. ده اللي هو يعتبر فيه جزء فوق اللي هو الغطاء، هنا فيه جزء تاني هو، تمام، الجزء ده عبارة عن غطاء بلاستيك وفي تمام، جزء مصنفر. كلام جميل جدا. الجزء ده مصنفر بخلاف الايه الزجاج العادي. هو حلو، يبقى انا كده ممكن اقدر اقول ان قمع الفصل بيتكون من 3 اجزاء، الجزء الاول اللي هو الغطاء، الجزء الثاني الجزء الزجاجي المنتفخ، المتفق. الجزء الثالث اللي هو الصنبور، يبقى تمام هنا كده. يبقى دول عباره عن 3 اجزاء لقمع بيستخدموا في الفصل فصل المواد عديمه الامتزاج. الامتزاج، اللي هي بتعمل بينها وبين بعضها سطح فصل. لان انا لما مثلا على سبيل المثال لو انا جبت الميه مع الزيت وخلطتهم، بلاقي ان الزيت بيطفو على على السطح سطح المايه لان لان كثافته كثافته اقل اقل. من كثافه الميه، لان كثافه الميه 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، لكن كثافه الزيت اقل من الواحد. 8 من 10 طيب جرام لكل لو سنتيمتر انا مكعب. عايز افصل بقى، لو انا خلطت الزيت على الميه وحصلت لي بقى المشكله بتاع السطح الفاصل دي، لو انا عايز افصل الاثنين عن بعض، مش هينفع اي جهاز او يفصلوا اي اداه تفصل بين الاثنين الا قمع قمع الفصل. الفصل. ببدا احط الاثنين مع بعض، بيجي لي الميه تحت والزيت فوق، وبعدين بفتح الصنبور اخد الميه الاول، وبحدث وبعدين الايه؟ اقفل، وبعدين اروح مغير الايه الكاس اللي تحت القمح، وبعدين اروح واخد الزيت. يبقى انا كده خدت الزيت في مكان والميه في مكان. يبقى اذا بيستخدم في السوائل عديمة الامتزاج اللي ما الكلام جميل، في بتمتزجش مع فصل بعضها، بيبقى في السوائل عديمة سطح فاصل بينهم. اللي هو بينهم بعد سطح فاصل. كلام جميل يا اسمح محمد. طيب نشوف كده لو في ميزان حساس معانا. طبعا من الادوات اللي احنا الاجهزه اللي بتستخدم الميزان الحساس، ده وده بقى مهم يعني جدا ايوه، في التجارب الكيميائيه. ده يعتبر بطل المعمل ده، ده اساسي في كلام شغل جميل، الايه المعمل. لان بحتاج في اي تجربه وزن طبعا لازم، بمنتهى البساطه. ما باخدش اي كميه. بالمناسبه الاستاذ محمد بيفكرني بحاجه لما هو قال ان الميزان ده بيعتبر عامل مشترك وحاجه مهمه جدا في معمل كيمياء الاراضي. انا بفكرك برضو بانبوبه الاختبار. انبوبه الاختبار من اهم الادوات الموجوده في معمل الكيمياء، وبيشترط في انبوبه الاختبار انها تكون جافه ونظيفة. ونظيفه. ليه؟ لان لما تكون انبوبه الاختبار جافه ونظيفه، هقدر اشوف فيها المحلول، هقدر اشوف فيها سطح فاصل، هقدر اشوف فيها حلقه، هقدر اشوف فيها لون،
هقدر اشوف فيها راسب، هقدر اشوف فيها جسم معلق، هقدر اشوف فيها جسم طافي. فعشان كده دايما انبوبه الاختبار من ضمن الحاجات المهمه جدا تبقى موجوده في معمل كيمياء او معمل كيمياء الاراضي، مهم جدا انبوبه الاختبار مع الميزان. طيب لو انا عايز بس اعرف الاولاد على الميزان كده. طبعا الميزان الحساس ده مهم جدا في معمل الكيمياء او كيمياء الاراضي، ده غطاء البلاستيك ممكن يا استاذ محمد بعد اذنك تعرضه كده بحيث نقف برضه عليه؟ اهوت. ايوه تمام عندنا تمام الميزان اهوت، كويس ده كفة الميزان اللي هو الجزء ده جميل اللي بحط فيه المادة الكيماوية اللي انا عايز اوزنها بالملي جرام او بالجرام. حلو. طبعا في هنا فيه 3 زراير، فيه زرار للفتح والغلق، اللي هو دايما مكتوب عليه الاون الاون والاوف. واوف، لان ده جهاز كهربي. تمام، طبعا كده الشاشة نورت معايا اهيت، لان يبقى انا كده شغال الجهاز. ده انا دوست على المفتاح كده كويس، يبقى الجهاز كده في وضع الاوف الاون. لو عايز اقفله برضه كويس الشاشة هي خلاص، بتقفل الشاشه عندي بقت خلاص نور. كده، تمام يبقى اتقفل الايه الجهاز. تمام جميل جدا. بالنسبة للجهاز لما اجي احط عليه اي مادة اوزنها، قبل ما افتح الجهاز بحط الايه الحاجة اللي انا عايز اعملها على اساس ان هي بايه تخش في الوزن على طول، بتدينا صفر، وبعد كده بايه بيدي يعني الوزن مثلا الصحيح. لو انا هوزن عليه ملح او هوزن عليه صودا كاويه، هل ينفع استخدم الكفه على طول من غير ما يكون عليها الغطاء البلاستيك؟ لا طبعا ما ينفعش، لان كده ده جسم معدني، لو كويس حطيت عليه اي مادة كيماوية بيتفاعل بيتفاعل معاها هيصدي ويبوظ هيتآكل جميل. الحديد. لان هي الجزء المعرض للاستخدام والتآكل والتفاعلات اللي هي عبارة عن الكف، ودي تعتبر اغلى جزء في الميزان. طبعا لان لو صدت هيبقى برضه عليها صدأ، هيبقى الوزن بتاعها مش مظبوط. طيب المفروض ان انا عشان اوزن بالميزان ده ينفع ان انا اشيله في ايدي كده واوزن، ولا لازم يكون على مستوى افقي؟ لا لازم يكون على مستوى افقي، طيب جميل. انا وعشان عايز احمي بقى الكفه ديت من اي اخطار مواد كيماويه، هو طبعا الجهاز عندي مقفول اهوت. حلو. لو انا جبت ورقه ترشيح مثلا، لو انا هحط بقى الغطاء البلاستيك كعازل كويس بحط ورقه ترشيح اهوت، حلو حلو وببدا اشغل الاون والاوف اهوت، تمام بيبدا يشتغل الجهاز بيدينا على طول القراءه صفر عندي خالص. جميل جميل جميل. يبقى القراءة صفر لأن أنا أصلا حاطط الورقة. قبل التشغيل. طيب أنا عايز أقول بقى معلومة جميلة جدا هنا في الحتة دي، لأن ده من ضمن الأجهزة الديجيتال أو الرقمية مهم قوي، إن أنا لو أنا عايز أحط الكفر على الكفة بتاعة الميزان بحطه قبل التشغيل. ليه؟ لأن لو حطيته بعد ما شغلت، بعد ما شغلت بيديني القراءة صفر، وجيت حطيت الكفر هيديني وزن. طيب أنا مش عايز أحسب الوزن بتاع الكفر ده، يبقى والجهاز مغلق أو مطفي، ببدأ أحط الكفر الأول وبعدين بشغل، بعد ما أحط الكفر ألاقي القراءة بتبقى تديني صفر. يبقى صفر. هو الجهاز هنا حسب الكفر من ضمن أجزاء. اجزاء، يبقى تمام. هيديني قراءة ايه صحيحة. طيب لو أنا عايز مثلا أقيس وزن أي حاجة عند حضرتك. طبعا لو عندي بوتاقة مثلا زي ديت، الجزء ده تمام. ببدأ احطه على الجهاز بيديني قراءة. طب يا ريت تقول لنا القراءة كام. هو طبعا صعب ان انا يعني صعب ان انا اعوج الجهاز بقى، لان هو لازم يبقى في وضع هتبقى افقي. ما تخليش خليه افقي يا اسمح محمد. كلام جميل. طب القراءة كام تقريبا؟ كده 1.5 تقريبا. تمام. طيب طب انا هستأذنك، هنقفل الجهاز، هنقفل الجهاز ماشي، وهتعدل القراءة، هتبقى الشاشة ناحية حضرتك. لا العكس، يعني خلي الشاشة ناحية حضرتك، أو المفاتيح ناحية حضرتك. كلام جميل. ألفه كده ماشي. هرفع بقى اللي هو البوتاقة دي خالص، هرفعها من على الجهاز. تمام. هبدأ أشغل بقى يا أستاذ محمد كده. طبعا ببدأ اشغل الجهاز تاني اهوت، كلام جميل. بيديني قراءة صفر خالص عادي خالص. بستنى شوية لأن القراءة تديني صفر. كويس. طيب هحط بقى اللي هو البوتقه تاني كده، ببدأ معلش احط البوتاقة. عشان بس اتاكد من الرقم اللي فات ده، لان برضو يمكن الرقم اللي فات ده محتاج تصويب. برضه اهوت بالظبط 18 و2 من 10، يعني 18 18 و2 و2 من من 10. 10 كلام جميل بالظبط. كلام جميل. يعني احط الحته بقى اللي الاستاذ محمد بيركز معاك عليها اثناء استخدام الميزان الحساس الرقمي الديجيتال ده،
ممنوع انك انت تحركه من على البنش، هو يمكن بيحركه عشان تشوف عشان بس يورينا ايه الرقم، الرؤية. لكن انت حطيت الوزن على الميزان يبقى انت في الحالة دي ممنوع تحرك الميزان، لان الميزان مع المستوى الافقي بس بيوزن صح. لو انا رفعت او لو انا قللت، لان انت عارفين حتى هواء المروحة، هواء بيأثر لو عليها. انا شغلت مروحة جنب الجهاز ده بيديني قراءات على طول، لان الهواء ممكن يديني ايه، يديني قراءة قراءات. غير صحيح. يبقى انا كده استخدمت الميزان الحساس الديجيتال او الرقمي في الوزن. طبعا الميزان ده بيبقى اخف بكتير يا استاذ محمد من طبعا الميزان ذو الكفتين. طبعا احنا عندنا انواع تانية من الموازين، فيه تمام. الميزان ذو الكفتين، بقى زي الميزان العادي بس بيبقى حساس شوية. كويس، يمكن احنا بنسميه حتى الميزان بتاع الذهب. كويس. الوقت كل المحلات بتاع الذهب ما بقاش فيها الميزان الكفتين ده، لا رقم كل واستخدموا الرقم اللي هو طبعا. بس اهم حاجة ان انا قبل ما استخدم جهاز الميزان الحساس عشان الكف ما تأثرش، لازم انا احط عازل بين هذه الكفة وبين المادة اللي انا بوزنها عشان ما أثرش على الميزان ويصدي ده وبيطلع. حتى بتوع الذهب لما بيبقى في ميزان ديجيتال او رقمي بيبقى محطوط داخل زجاج تمام عشان الهواء ما يأثرش عليه. تمام لأن الجرام يفرق، بيفرق. الواحد من 100 من الجرام، واحد من 10 من بيفرق الجرام، طبعا في الذهب. وواحد من 1000 من الجرام، بتفرق معاه في طبعا الإيه؟ بتفرق معاه في الوزن. فعشان كده طبعا مش عايز أي عوامل خارجية تؤثر على هذا الإيه؟ على الذهب. هذا الوزن. طيب في أدوات عند حضرتك تاني ممكن، اللي هو طبعا درق الغسيل، لو ممكن برضو الطلبة بيشوفوه كتير قوي درق الغسيل ده. بالمناسبة الأستاذ محمد بيعمل حاجة جميلة جدا الوقت، إن هو دايما دايما بيرتب البنش. طبعا من الحاجات اللي عندنا برضو في كويس. مصة، جميل جدا. المصة بيبقى في عندنا أنواع، تمام. ودي مهمة جدا في استخدامها للطالب في المعمل. فيه مصة مدرجة ومصة غير مدرجة. جميل. المصة اللي موجودة عندنا ديت مصة غير مدرجة، هي انا طب انا معلومة طب الحجم، انا اعرف الحجم ازاي يا اسمح محمد؟ هي معلومة الحجم، الله ينور عليك. تمام والحجم بيبدأ من أسفل من عند الفوهة ديت تمام إلى هنا، في علامة موجودة هي لنهاية طيب لا العلامة انا ديت. استاذنك يا اسمح محمد اخليها كده مايله شويه، اخليها في وضع مايل افقي كده، بحيث ان انا برضو اهيت. ايوه يبقى دي تمام كده مصة، العلامه باينه زي الفل. الحجم بتاعها 10 مللي تمام بس غير مدرجة، حلو، يعني هي بتاخد 10 مللي بس. 10 مللي طب بس. ينفع اخد بدي 9 مللي او لا 6 مللي؟ ما ينفعش، لازم اخد بقى 10 مللي. طيب في مصة تانية ممكن اخد بيها 9 و8 و7 و6؟ طبعا طب فيه نشوفها كده. مصة تانية مدرجة، ايوه المصة دي بتعتبر مصة مدرجة. كويس. طبعا الجزء ده مدبب، التدريج بتاعها بيبدأ من أعلى إلى أسفل، كلام جميل. بيبدأ هنا من الصفر ايوه لحد 10. لحد 10. يبقى المصة دي مدرجة ايوه 10 مللي. ده انا ممكن اخد بقى ممكن بيها باخد مللي 2 أي مللي 5 ملي مللي. اتنين خمسة زي ما أنا تمام عايز. تمام يبقى عندي نوعين من المصات، مصة مدرجة وده تدريجها بيبدأ من أعلى من الصفر إلى 10، وممكن فيها حجم أكبر، تمام ممكن لحد 20 تمام أو 30 تمام حسب الحجم اللي عندي اللي أنا عايزه. كويس. ومصة غير مدرجة، ودي باخد الكمية مرة واحدة كلها، ما اقدرش اقلل منها حاجة. تمام يعني لو عايز 10 مللي اخد بالاثنين، ايوه لكن لو عايز انزل مللي او 2 مللي او 3 مللي لازم انا استخدم المصه المدرجة. طيب لو انا عايز مثلا المصه دي انا بستخدمها في سحب السوائل، السوائل يعني انا بسحب سائل عن طريق الشفط. الشفط ده انا ممكن اشفط حمض كبريتيك مركز. دايما وانا بستخدم المصه اتاكد من حاجتين، عيني على السائل اللي بيتحرك في المص عشان ما يعديش القراءة وابلعه. الحاجة التانية ان صباع السبابة ده بيكون جاف جدا، لان هو اللي هيتحكم لي في نزول او سقوط قطرات السائل اللي موجودة في المص. طيب لو انا عايز اعمل تجربة كده سهلة يا اسمح محمد طبعا للطالب، ازاي اعمل عملية السحب بالمصة دي؟ ادي جزء من المية تمام. موجود في الكاس وقد الزجاجي. يكون دي ميه حمض كبريتيك مركز. ده احنا دي مية كلام اثناء جميل. المعمل، بقت ممكن يكون حامض تمام قلوي اي مادة كيماوية، كلام انا جميل. بشتغل في المعمل. يعني انا سواء كنت بسحب ميه، بسحب حمض كبريتيك مركز، بسحب صودا كاويه، كلها سواسية هي عندي. كلها طريقه واحده. طريقة واحدة في كويس السحب. كويس كويس طبعا احنا قلنا المصة دي بتاخد الكمية مرة واحدة، تمام.
ببدأ بصبع السبابة ده، طبعا لازم يكون نظيف ما فيهوش أي حاجة خالص. ببدأ ويكون أحط جاف كمان ويكون جاف، كويس. بأخد ابدا اسحب بقى أسحب بالمصة، كويس. وعيني زي ما الأستاذ كمال قال على الجزء العلوي ده هو اللي هو 10 مللي. تمام، بحس ان انا يعني لو عديت عد ملي ما عديش اكتر من كده. عيني على السائل وهو بيتحرك. كلام طبعا جميل. احنا سحبنا هنا فوق العلامه اللي هي العشرة لو مللي حوالي ملي كلام زياده. جميل، كلام جميل، ماشي، يعني طيب مستوى السائل كده فوق العلامه. اسمح فوق لي، العلامه كلام جميل قوي. بحوالي ملي. تمام. طيب انا عايز اوصل للعلامه، ببدا احرك صبعي السبابه جزء بسيط خالص كده، ايوه، هنا الميه انا بتنزل اهي، ممكن بتبدا اتحكم تنزل في اهي، نزول السائل قطره قطره عن طريق صباع عن السبابه ده. طريق صبعي السبابه طب الميه بتنزل اهي. لو صباع السبابه ده يا استاذ محمد فيه ميه، لا ما هقدر اتحكم في لا النزول مش كده هقدر اتحكم فيه، نهائي؟ قطره الميه كويس، نزلت اهي، كلام جميل يبقى احنا وصلنا كده لل10 مللي بالظبط اهيت عند العلامه. بالظبط، يبقى كده باخد الكميه الميه مره واحده بالنسبه للمصه دي عظيم لانها غير جدا، مدرجه، عظيم جدا، كلام جميل قوي. اسمع، يبقى جزء الميه هوت محجوز في المصه ايوه، لان ماسك بصبع السباب. لو انا سبت صبع السبابه كده جزء الميه هوت طب ايه نشوف بدا الحته اللي يبدا تحت ينزل. بقى كده، نشوف اللي هو طرف المصه من تحت مع الكاس. او لو انا سبت اسمح محمد مره واحده كده، الميه بدات بلاحظ ان تنزل اهي السائل برضو بينزل مره من واحده. دافع. كلام جميل جدا جدا جدا، سهل قوي، عمليه سهله جدا، ما فيهاش مشكله. كويس. انا بيتبقى لي بقى لو انا ركزت كده شويه، فيه جزء بسيط عند هنا ده هوت مش برضو محسوب منين؟ من الحج. طيب ساعات طالب يروح نافخ في لا المص عشان ينزل الجزء ده. لا ما هو مش محسوب من الحج، كويس، يا دوبك بطرق طرقه او طرقة اتنين بسيطة عادة اهيت، اعمل بصبع السبابة كده واطرق بطرقة بسيطة على على الجدار الداخلي جدار للكاس الداخلي عشان. للكاس عشان الجزء ده طب ينزل. انا عايز بقى يا ريت نبين الجزء اللي هو بقى متبقي. هنا في جزء يعني بسيط خالص اهو، تمام، الجزء ده ده خارج موجود الايه الحج رغم ان انا شايف ان صباع حضرتك متشال مرفوع، يعني معنى الجزء ده انه مش هينزل. مش هينزل. تمام، لكن انا بقى بعد كده لو انا عايز اتخلص من الجزء دوت، بنفخه في اللي هو الحوض بقى بتاع البنش اللي البنش عندي في المعمل عشان اتخلص منه، عشان اقدر اغسل هذه الايه. طيب ده جامد جامد، تمام. يبقى هنا ما فيش مشكله بالنسبه لاستخدام الايه، لاستخدام اعتقد برضو المصه التانيه هتبقى نفس ال. نفس الحكاية برضو. طيب لو عملتها عملي هتبقى نفس طيب الايه بقى، انا بس دي استاذنك يا الفرق ما محمد. بين الاتنين، دي باخد سنتي اتنين تلاتة لان انا مدرجة طيب هنعمل برضو للطلبه تاني. برضه اهيت. بالنسبة للمصة كويس. المدرجة باخد الكاس تمام، وبميل المصة مع الكاس تبقى في وضع 45 درجة، جميل. وببدأ صبع السبابة يكون ولازم طرف المصه يكون في السائل عشان ما اسحبش هواء. كويس، لحد العلامة أو فوق شوية. هنا فوق العلامة طبعا. طيب أنا بس عايز الكاميرا توريني فوق العلامة دي، لأن الطالب مهم جدا يشوف. هنا العلامة أولها أهو تمام، الصفر، أيوه، وهنا السائل فوق أهوت. ببدأ أرفع صبع السبابة شوية كويس، وبينزل السائل قطرة 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 برضه لحد العلامة. لحد ما أوصل برضه للعلامة. كلام جميل جدا، سهل أوي، مفيش مشكلة. طبعا السائل كده بينزل أهوت معايا. حلو. طب ايه رايك يا استاذ محمد في الطالب اللي يقول ان الكيمياء دي كده ماده صعبه يعني؟ طبعا الكيمياء مادة شيقة ومادة سهلة، وخصوصا لو امتزج العملي مع النظري. تمام، هو كجزء نظري بيبقى جاف لوحده، حلو، اما الجزء العملي بيجذب الطالب اكتر وبيبقى وبتبقى سهل. سهلة سهلة وزي كمادة ما علمية. هو هيمتحن النظري 20 درجه، هيمتحن العملي عملي لا 20 يقل درجه. اهمية بل اكتر من كلام النظري، جميل، لان كلام الطالب جميل. لو ما نجحش في العملي ما بيخشش ما بيخش النظري، نظري، او حتى لو حتى لو دخل دخل نظري النظري ما يتحسبلوش مش الدرجه. هتحسب له كلام درجة جميل، في ولازم النظري. يجيب اقل درجه 50. ما هو ده 50 وده 50، ولازم يجيب النص في النظري. تمام، يبقى كده خدنا اهوت الحجم اللي احنا عايزينه. ببدأ كلام جميل. انا عايز برضه اشوف لو في جزء هيتبقى في طرف المصة. برضه هنا جزء لو بسيط الكاميرا اهوت. كده قدرت تجيب الجزء المتبقي ده يبقى جميل جدا، يبقى في جزء متبقي من الايه، ده من خارج الحجم بتاع المصة ما بيتحسبش. ما بتحسبش. خلاص، كلام جميل جدا، ماشي.
طيب يعني لو قدامنا دقيقة كده وعايزين ناخد مثلا لو في ترمومتر، فيها مع حضرتك ترمومتر يا استاذ محمد؟ موجود اه هنا في برضو، خلال دقيقة كده، نص دقيقة، اه لو خدنا كده دي أنبوبة اختبار. ده انبوبة اختبار. تمام طبعا زي ما قلنا حلو لازم تكون انبوبة الاختبار جافة. جافة وشفافة ونظيفة، تمام لان انا بعمل تجربة مشاهدة استنتاج بشاهد بعيني، لو انبوبة الاختبار غير نظيفة مش هتديك نتيجة سليمة. كلام جميل، لان انا بشوف فيها حاجات كتيره جدا. طبعا دي الشاشه بتاعتي بشوف فيها لون، بشوف فيها راسب، بشوف راسب. فيها جزء معلق، بشوف فيها جزء غروي، محلول حقيقي، محلول معلق، محلول غروي، بنشوف فيها حاجات كتير، بشوف فيها راسب، بشوف فيها لون، بشوف فيها حلقات، ها لأن بشوف فيها كل انواع التفاعلات الكيميائيه اللي موجوده عندي. طبعا النهارده احنا مع الاستاذ محمد اتعرفنا على حاجات جميله جدا في معمل كيمياء الاراضي، اتعرفنا على انواع حصر الاراضي وتعريف هذا الحصر، اتعرفنا على اهداف حصر الاراضي، اتعرفنا على ادوات، وعرفت يعني ايه اداه، وعرفت يعني ايه خامه، وعرفت يعني ايه جهاز. يعني على سبيل المثال ورقه الترشيح ده عباره عن خامه، الكاس المدرج ده او المخبار المدرج عباره عن اداه، الميزان الحساس عباره عن جهاز، وعرفت الفرق بين الثلاثه ايه عشان لما يجي لي في الامتحان في اخر العام. في نهايه هذا اللقاء بتقدم بالشكر العميق للاستاذ محمد أبو دنيا، موجه عام شكرا. مركز الكيمياء والفيزياء الزراعية بالإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. شكرا يا أستاذ محمد، شكرا يا كمال، بهذا متشكرين. القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، متمنيا لكم جميعا النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.